شخصيا ما يمكن الواحد إلا يدين هذه الأعمال الشغب اللي كانت والضغط والاعتداءات اللي تعرض لها الجمهور والمضايقة كذلك اللي صاحبات تواجد الفريق الوداد بالديار التونسية. نرفض كذلك بعض الأشياء اللي تحدثت في مقابلة الذهاب هنا بالدار البيضاء، وإلا كنا كنرفضوا نرفضوا ما وقع في الدار البيضاء ونرفضوا كذلك ما وقع في تونس، ولكن ما وقع في تونس أفضح بكثير، والشيء اللي مفروض أن في القادم من الأيام إلا كنا غنلعبوا مقابلة في تونس أولا نطلبوا أولا تكون حماية من طرف الأجهزة اللي كتنظم هذه اللعبة أو إجراء مقابلة في ملعب محايد، لأن ما يقع خصوصا وما تعرض للجمهور شيء غير مقبول مرفوض، ولكن لا بد من التأكيد بأن بعد مناوشات اللي وقعت كذلك في مباراة الذهاب هنا كانت مرفوضة. لي فالور القيم ديال كره القدم ولا ديال لا فيفا كتقول لك الفير بلاي هي الاولى، وكره القدم دايره الفرجه ماشي الحرب، يعني لازم زعما يكون انسان يطلع المستوى شويه، اللي جا مرحبا به، لي زانفيتي ديالنا مرحبا بهم، لي زانفيتي ملي يخرجوا مرحبا بهم، وراه كتشجع ملي كيكون لوكال مو كتكون كيف حال هاد الحوايج الزوينه وداك الشيء الورود مرحبا بك في المطار ولا شي حاجه، راه كتكون عندك الطيارات كيمشيو عامرين، راه بزاف ديال عباد الله كيقول لك انا علاش غنمشي لهاد الصداع كاع، فهمتي بزاف. اذا وكذلك الروتور زعما انا يا ضد هاد صراحه، هي انا ضد هاد المواقف هادشي ديال الشغب، كنقولها ونعاودها، كرة القدم راه هي الفير بلاي، هو الفرجة، هو المتعة، راه بحال المسرح، غادي المقابلة الدولية ديالك بحال غادي للمسرح. وشوف دابا الناس، ما غاديش نقول لك انا اكزامبل، شوف اوروبيين ولا شوف الناس ديال اسيا كيفاش كيشوفوا مباريات رياضية، هذوك الناس خصنا ناخذوا، احنا راه عندنا حضارة ديالنا، ولكن هما وصلوا لواحد المستوى كبير، ما احنا بحال غادي في مارشاريير، هادشي خصو ما يكونش، تبقى الرياضة من اجل الرياضة من اجل المتعة.